الوضوء حتى كل الحدث بالصوت والصورة. السمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا، الجماهير الشعبية تحيي النضال فينا. السمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا، الجماهير الشعبية تحيي النضال فينا. السمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا. تحية لجميع المواطنين والمواطنات مدينة زيو، تحية لجميع متتبعي موقع زيو سيتي. اليوم احنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شاركنا في الوقفة اللي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بمناسبة اليوم العالمي أو اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. مع الأسف نسجل وبمرارة يعني تدخل القمعي ديال الأجهزة القمعية اللي حاولت أنها تمنع هاد الوقفة هذه بعدما أصدر باشا المدينة قرار المنع، واللي بنى على مبررات واهية من بينها الظرفية وانتشار فيروس كورونا يعني كوفيد. يعني ما عرفناش حنا هاد كوفيد هذا واش كيخص غير بالتظاهرات والاحتجاجات، سيما ان هاد الوقفه هذه هي ماشي وقفه احتجاجيه بالمفهوم ديال الاحتجاج، وانما تخليد لهذا اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، واللي الشعب المغربي قاطبه يعني دأب انه يعبر على الدعم ديالو المساندة ديالو للشعب الفلسطيني الشقيق المعاناة ديالو مع الاحتلال الصهيوني الغاشم. ولكن مع الأسف يعني ما عرفناش حنا الدولة المغربية إلا كانت يعني عندها أهداف استراتيجية ديالها في التطبيع إلى آخره، فالشعب كذلك من حقه أنه يعبر على الدعم ديالو المعنوي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا المنع هذا وهذا القمع وهذا التدخل اللي وقع، واللي بعض المناظرين وبعض الشرفاء من الغيورين على القضية الفلسطينية يعني خذوا نصيبهم من هذيك من هذا القمع هذا، حيث تم التعنيف ديالهم، وهذا مدان بشدة يعني ولا مبرر له، لأنه الوقفة كانت سلمية وما كانش داعي باش يكون التدخل بهذا الشكل هذا. وبالتالي حنا كنشوفوا بأنه الدولة المغربية يعني دقت اخر مسمار في هذا النعش ديال القضيه الفلسطينيه بالقمع ديال وقفات، مجرد وقفات من اجل تخليد التضامن مع الشعب الفلسطيني. اخافوا او لا نخشى انه في المستقبل غادي نتمنعوا حتى اننا نطقوا بكلمه فلسطين، اللي نطق بها ممكن انه يمشي بسنه او سنتين ديال السجن. فهذا تراجع خطير جدا، ويعني احنا كجمعيه مغربيه حقوق الانسان ندينه ونتاسف حقيقه، لانه هامش الحريات في المغرب اصبح او لم يعد هناك هامش للحريه في المغرب بصراحه، لا التعبير ولا التنقل ولا ما كاينش ادنى يعني هامش ديال الحريه.
وهذا يعني إجهاز على المكتسبات اللي حقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك، تحياتي لكل المواقع اللي حاضرة في الساحة ديال الشهيد عبد الكريم الرسبي. بداية كان وقفة اللي كان من المنتظر تنظيم ديالها في الساحة ديال الشهيد، تضامنا مع يعني مع القضية الفلسطينية اللي كانت دائما هي قضية ديال الشعب المغربي، وقضية ديال قضية ديال ديال ديال, ديال كل الأحرار، قضية الفلسطينية وقضية عادلة، قضية اللي كانت سابقة عمر ما كان عليها شيء منع ولا. اليوم حضرنا على أساس أنها تكون وقفة عادية بشكل عادي جدا، وبالتالي كان المنع ربما ديال هذا الوقفة هذه، وكنتمنوا النصرة للشعب الفلسطيني الأبي والقدس العاصمة الأبدية ديال فلسطين. وتحية للموقع ديال سيتي بوني، تحياتي لك مجددا أخ بقولي محمد، تحية.